البركة سلم لي على كل اللي جوه. يوصل يا حاج مع ألف سلام. اطلع يا اسطى. على الله يطلع راجل كويس. كويس من حيث ايه يعني؟ يعني ما تبقاش عينه زايغة. وهو في راجل عينه مش زايغة؟ وكلهم عينهم تتدب فيها رصاص والبجاحة عندهم تتوزن بالكيلو زي البطاطس. يا اختي انا سايبه كذا شغلانة عشان تفصل الرجالة دي. عبيط، وبالطريقة دي عمرك ما هتلاقي شغل. خفي عشان تعرفي تعومي. يعني ايه؟ يعني في حدود، في حاجات الواحدة ممكن تتسهل فيها، وفي حاجات ستوب لغاية هنا وكفاية، ودي بقى شطارة البيت الواعية. وانا اللي كنت فاكرة الدنيا هتضحكلي. تضحكلك؟ تضحكلك عشان ايه؟ حلوة؟ في اللي أحلى منك. معاك دبلوم بيشحطوا بيه على الرصيف. مطال حضرتك يا ريس قلب الدنيا. المفروض المقالات اللي زي دي تترجم وتنزل في الجرايد العربي. عدد امبارح انتهينا منه خلاص. خلونا في اللي احنا فيه. هنعمل ايه في العدد الجاي؟ انا شايف سيادتك الموضوع الرئيسي هو خبر القبض على الارهابيين اللي حاول قتل ادبنا الكبير نجيب محفوظ. بالظبط. عاوز تفاصيل كامله عن القبض عليهم او الصور ليهم، ومهم جدا عاوز اعرف هم مين. جيفرسيت ماغ ديستوار افون دمبريمي تو سو كابري. طيب مين فيكم مستعد يكتب عن المرحومه الاستاذه ليتا جلاد؟ ليتا جلاد يا جماعه مؤسسه جورنال دي جيبت، على اعتبار اننا جورنال بالفرنساوي وتكريمه واجب علينا. انا يا استاذ. اوكي، طبعا لازم نكتب عن الشغل الجامد اللي عاملاه الداخليه في الصعيد. لازم نرجع الثقه في السياح. احنا مش عايزين مصر تبان كانها في حاله حرب. فين الحياه العاديه؟ احنا ممكن نتكلم عن السياحه في شرم والغردقه، هناك النشاط مش بطال والحاله ما فيهاش قلق. انا عندي موضوع حلو قوي يا ريس. كاتبه ولد جديد تحت التمرين عامل ريبورتاج هايل عن الشذوذ الجنسي في مصر. الكلام الفارغ ده شذوذ ايه؟ ده يهم القارئ بتاعنا فيه. احنا تلات ارباع القراء بتوعنا اجانب. يعني خد عندك مثلا في صفحه التحقيقات موضوع الاثار بتاع تلال عمرو، موضوع جديد، صور حلوه، ده اللي اسمه موضوع مهم. هنعمل ايه في الرياضه يا ريس؟ هي فين الرياضه؟ شوف اي حاجه اكتبها خلاص. فوتبول. الو لوكي وي مكتب السفير الفرنسي. جامي سافا بيان سيتي بيان هيير سوار نو. خير يا حاج؟ مش عوايدك يعني تزورنا بدري كده؟ للضرورة أحكام يا شيخ سمان. خير؟ شوف يا شيخ سمان، أنا بقالي مدة مش عارف أقول إيه. قول يا راجل، أنا سرك توكل على الله وهو المعين. أنا لغاية دلوقتي في المنام بشوف حاجات حلوة. فضل من الله ونعمة. تصور وأنا في السن ده بحتلم، وإيه؟ في الأسبوع مرة واتنين. اتنين؟ ما شاء الله. يعني ربنا أنعم عليك بالصحة والعافية. المسألة دي مش مرتبطة بسن، ده متنفس طبيعي بيحدث بفضل الله لعباد الله الصالحين الذين لا يعرفون طريق الرذيلة. لكن السؤال، هي المدام فين من ده كله؟ الحاجة موجودة، لكن زي ما تقول كده حصل لها زهد في الحكاية دي. بعدين كل ما اجي اقرب منها تقول لي يا راجل اختشي، ولادك بقوا رجاله بشنبات. وحتى لو الحاجه وافقت دي من سني والزمن جبار. المساله في غايه البساطه، تزوج يا حاج وربنا يكرمك. ما هو ده اللي انا خايف منه. خايف من ايه بالظبط؟ كلام الناس. راجل كباره زي ما يتجوز دلوقتي الناس تقول ايه؟ قدام شرع ربنا كلام الناس يداس عليه بالجزم. جرايه يا حاج، من حقك تتجوز اربعه، ده شرع ربنا. والولاد فوزي وقادري ولا حمدي وكيل النيابه؟ يا حاج عزام، اللي الشرع يسمح بيه محدش يقدر يعترض عليه، لو كيل نيابه ولا وكيل عفريت ازرق. خبر يا حاج، ده شرع ربنا. مرة اليافطة لازم تتنظف، والنساء الحاج لسه ملمعه. وايه ريحه الكمكمه دي؟ افتح الشبابيك. اصل انا بخاف من الدبان. دبان ايه؟ افتح الشبابيك. هو سيادتك عندك اجتماع؟ في اجتماع. احضر المسائل. حضر المسائل.
على البركه. فيفي تأمر يا استاذ. خديها فهميها الشغل هنا ماشي ازاي وتدربيها بنفسك على كل حاجه. ها امرك يا استاذ. انا متشكره جدا يا استاذ طلال، ان شاء الله اكون عند حسن ظن. انما نقول له مين سيادتك؟ رباب هو عارف. اهلا 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 اهلا، ايه الحلاوه دي؟ خش. اللي يدخل هنا يبقى من اهل البيت على طول. هو ده بيت؟ بيت مكتب. المهم ان هو مكان امن ومريح ودمه خفيف. انا كنت خافله منه. انا لما اوعد ما اخلفش. وده مين بسلامته؟ ده بابا الله يرحمه. ده شكله باشا بحقه حقيقي. امال انت فاكراني ايه؟ باشا تايواني؟ الصوره دي بابا صورها في بهو القصر الملكي بعد ما حلف في اليمين قدام جلاله الملك تلج. كان اول مره يمسك فيها وزاره الاشغال العموميه. عشان كده وافقت اجيلك يا باشا، عشان يبقى في حياتي حاجه افتخر بيها. اسمي في يوم من الايام عرفت باشا بحق وحقيقي بدل الهم اللي انا فيه. واديك بتشوف الاشكال اللي في البار. دمك زي العسل. بس ماليش بخت يا باشا. فين الحمام؟ لما تخرجي كده هتلاقيها على ايدك اليمين على طول. عن اذنك. كله تمام يا سعادة الباشا. أنا هغيب ساعتين ثلاثة كده، هقابل ملاك أخويا في موضوع كده يعني بنخلصه. خد راحتك. هو الباب اتفتح واتقفل؟ هو كده بالظبط. انا احب الست العمليه. بصي انا عرفت الستات بعدد شعر راسي، من الاميرات للخدمات، بشرفي ما شفت زيك يا راجل. بقول لك الباب. باب ايه؟ ده فانوس خرج، هيتاخر، هيغيب. السلام. هو ده مكتب محاسبة ولا استيراد وتصدير ولا محاماة؟ يعني يهمك قوي في شغلنا إذا كان ده محاسبة ولا محاماة؟ ده مكتب هندسة. أنا أصلي مهندس، باش مهندس. أمال يعني مش شايفة هندسة؟ المكتب ده أنا عملته بعد ما رجعت من فرنسا. الشهادة بتاعتي من فرنسا. على كده بتعرف فرنساوي؟ إيه اللي بعرف فرنساوي؟ هتعرفي بنفسك قد إيه أنا متمكن من الفرنساوي. يا باشا بطلت هندسة ليه؟ البلد دلوقتي مش محتاجة مهندسين، محتاجة صيع حرامية. هو احنا هننام فين يا باشا؟ في وقت الاجتماعات. الراجل وصل النادي من تلت ساعة. يا عضرة يا ام النعم ملاك.